اخبار شوت مع تركي شديد. اهلا بكم في اخبار شوت. اعرب رئيس الوزراء بدولة فلسطين عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وللمملكة حكومة وشعبا على المواقف المشرفة في دعم قضايا الشعب الفلسطيني كافة، ومنها الدعم الخاص الذي حظي به قطاع الشباب والرياضة والنشاطات الشبابية والرياضية في فلسطين. جاء ذلك في خطاب بعثه رئيس الوزراء الفلسطيني لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ثمن من خلاله الجهود التي يبذلها سموه ووقفته الغير مستغربة مع الشباب والرياضيين في دولة فلسطين وتبنيه قضاياهم. ومن جهته أكد سمو الأمير نواف بن فيصل بن فهد أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية وما يقوم به سموه شخصيا من دعم للشباب والرياضة في فلسطين إنما هو الواجب تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو مبدأ راسخ لدى السعودية. شكر محمد القدادي عضو اللجنة الإشرافية العليا رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات الاتحادات الرياضية الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، وكذلك لأصحاب السعادة وكلاء الرئيس العام ورؤساء وأعضاء اللجان المساندة على التعاون المثمر، ونوه بتفاعل الأندية الرياضية ووسائل الإعلام على مشاركتها الكبيرة وتجاوبها مع برنامج وخطوات العملية الانتخابية. وقد أكد القدادي اكتمال كافة خطوات الجدول الزمني للعملية الانتخابية لكي تستكمل مراحلها بنجاح تام، ولفت إلى أن يوم الاقتراع وإعلان النتائج سيكون في موعده المقرر وفق الجدول الزمني من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء بتاريخ 20 من شهر شوال من عام 1434 للهجرة، وسيكون الاعتراض على النتائج في اليوم التالي للاقتراع. من جانب آخر تعقد اللجنة التنفيذية للانتخابات الساعة 4:30 عصر اليوم الخميس لقاء تعريفيا للناخبين والمرشحين في المجمع الأولمبي في الرياض. أنهى نادي الرائد ملف محترفيه الأجانب بعد تجربة عدد كبير من اللاعبين، حيث تم اختيار كل من العماني حسين الحضري والكاميروني موندومو والفرنسي إسماعيل دوا والبرازيلي برونو. وكان الرائد قد قام بتجربة عدد من اللاعبين أبرزهم الغيني لورانس والأوفواري باكوم. وقع نادي النصر مساء اليوم عقدا احترافيا مع المدافع كامل المر لاعب نادي الأهلي سابقا بعقد يمتد لمدة 3 سنوات بحضور نائب رئيس نادي النصر الأستاذ فهد المشيقح ووكيل أعمال اللاعب نواف المهدي. صرح لاعب نادي الاتفاق إبراهيم هزازي القادم من نادي الاتحاد مبديا سعادته باللعب لفريق كبير مثل فريق الاتفاق، له صولاته وجولاته وإنجازاته. وأشار هزازي إلى أنه فضل العرض الاتفاقي على عدد من العروض التي كانت بين يديه، وشدد إبراهيم في حديثه على أنه جاء ليعمل ويجتهد ويقدم خبرته وتجاربه وتضحياته للفريق الاتفاقي، ولم يأتي ليثير المشاكل أو يفتعل القضايا. وقال لكل من يقولون بأنه راعي مشاكل سامحكم الله وستروني بثوب جديد مع فريق الاتفاق. تغنت صحيفة زيارد سبورت الرومانية بتحقيق نادي الفتح بطولة السوبر السعودي، حيث أفردت الصحيفة عددا من إنجازات البرازيلي إلتون خوزيه خلال مسيرته الاحترافية في عدد من الدول، ووصفت احترافه في الدوري السعودي بالصفقة الناجحة، مشيرا إلى أن إلتون كانت مسيرته قصيرة في الدوري الروماني بعد أن لعب 8 مباريات فقط مع فريق ستوا بوخارست وسجل هدفا وحيدا قبل 6 سنوات ماضية. وأضافت أن احترافه في الشرق الأوسط جعل منه لاعبا مثاليا خاصة في الدوري السعودي بعد تألقه مع فريقه الفتح. كانت هذه أخبار شوت، عودة مجددا للزميل تركي العجمي.